كيلو مانجو مقشرة، نصف لتر من الماء، 400 جرام من السكر، عصير ليمونة، وإناء طبخ مانع للالتصاق. أقوم بتقطيع المانجو إلى قطع صغيرة، ثم أزيل البذرة الداخلية. من تقطيع المانجو وصارت بهذا الشكل، أفتح النار على درجة متوسطة، ثم أضيف السكر وأحرك جيدا. ثم أتركها لمدة 15 دقيقة. بعد أن مرت 15 دقيقة أضيف الماء وعصير الليمون، ثم أقلبهم قليلا وأترك المربى حتى يغلي. بعد ذلك أقوم بإزالة كامل الرغوة البيضاء التي سوف تتكون على الوجه، ثم أتركه على نار متوسطة لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى يتبخر الماء تماما. بعد أن صار المربى جاهزا أرفعه من على النار وأتركه حتى يبرد. بعد أن برد المربى أقوم بتعبئته في حافظة زجاج. ثم أغلقها بإحكام وأضعها في الثلاجة. مدة صلاحية هذا المربى سنة كاملة. يمكنكم حفظه في قناني زجاجية مغلقة الإحكام ووضعه في الثلاجة. أراكم في فيديو قادم بإذن الله. مع السلامة.